فضيلة الشيخ، مجموعة من النساء وفقهم الله يحرصن على حضور هذه الدروس، ولكن بعضهم يكشف وجهه أثناء الدرس، فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، هذه معصية، كشف الوجه لا لا يجوز، لأن المرأة مأمورة بالستر إلا إذا كان ما عندها رجال، في وسط نساء ولا عندها رجال فلا بأس، أما إذا كانت عندها رجال أو يمر رجال ويرونها كاشفة وجهها هذا لا يجوز. الوجه هو أعظم زينة المرأة، هو أعظم زينة المرأة، يجب عليها أن تغطي وجهها. نعم.